كيفكم جماعتي؟ جماعة بس حاب أحكيكم استنوا لآخر الفيديو لأنه بدي أحكيكم شغلة كثير 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 مهمة بخصوص هذا الضوء. جماعتي شوفوا قرط الشفايف عض الشفايف موضوع موجود من فترة ما بنقدر ننكر. لو تبحث عن الشباب الحلوين على يوتيوب لا تسألوا ليش أنا هيك ببحث. أول فيديو هتلاقوا فيديو إلي، فيديو نزلته قبل شهرين بحكي فيه عن الشباب قاعدين يعملوا أشياء على تيك توك. إذا بدكم روحوا حضروا الفيديو. من نجوم هذيك الحلقة كان هذا الشاب. هذا الشاب عظيم يا جماعة، عنده قرطة شفايف معينة، يعني أقسم بالله حاسه دخل دورة وأخذ دكتوراه في قرطة الشفايف الزلمة. مش طبيعي يا زلمة أنت، شعر إيدي وقف. والله بتعرفه بصراحة ما وقف. طبعا قبل شهرين لما عملت هذا الفيديو عض الشفايف كان اشي مميز على تيك توك، كان اشي زي اشي اسطوري، والكل لما يشوف قرط شفايف الكل بينصدم. بس هلا الموضوع تطور، قرط الشفايف صار اشي كثير منتشر. انا مش متضايق لانه قرط الشفايف موجود، لا انا متضايق لانه احنا اصلا في الوطن العربي قرط الشفايف اللي عندنا اصلا غلط، ما عم نقرط شفايفنا صح يا جماعة، لازم تركزوا. خليني ابدا من الموضوع من اوله. يا جماعة طلع ترند عند الاجانب، تمام؟ هذا اول واحد عمل الترند. ما شاء الله يعني زلمة قريت شفايف، طبعا قرطة شفايف خفيفة لكن دقيقة، مش عارف شو قاعد بحكي. المهم بعد هذا الزلمة بلش ينتشر الموضوع. عندكم هاي البنت، الله عليكي الله عليكي، شفتوا كيف؟ هاي التيك توكات تستاهل 6.5 مليون لايك. أقولكم حتى مايكل جاكسون شخصيا رجع من الموت عشان يعمل هاي ترند. طبعا زي أي ترند بيطلع من الأجانب شوي شوي بتلاقيه صار عندنا عند العرب، إحنا ما قصرنا. إشي بيخزي. هذا زلمة باد بوي، طلع عليه باد بوي طاقيه جوتشي حاط قلادة وهاي النظرة، فهمت؟ تطلع أنت جوا عينيه بتشوف هيك، شايف هاي لمعة الباد بويز، طلع جوا عينيه بتشوف واحد هيك عامل. بعدين لما اجى يقرط شفايف طلع شو عمل. ايش هاد؟ اذا ما راحت الهيبه، هاي مش قرطه باد بويز، هاي قرطه هامستر. شو هاد؟ ضايقني. مرهوم. انا بثق في قدراتك. ايش هالوجه يا زلمه؟ ما اقسم بالله بشبه بينكي من بينكي وبرين. هسه لاحظت طلعوا بشبهه، ولك انت لازم ياخذوا وجهك يركبوه على كفرات افلام رعب. يخرب بيتك شو ها. اللي بنت اللي بعد برهوم حاسها في حدا غصبها تقرط شفايفها. زمان لما اطلع عليها زيك بحسها قاعد بتسب علي. هنا عن شكلكم واحد واحد، في حدا غصبك تقرط شفايفك؟ في حدا اجبرك؟ هذا انسان عظيم، قلاده فاتح القميص اربع زرار وحواجبه هيك مقطوعين وكل شيء هيك، تحسه باد بوي، تحسه باد بوي. اعطيني وحش وحش يا بيبي. طبعا شوفوا انت في الفيديو قاعد بحكي ما بعرف شو اللي قاعد بعمله. بس خلينا نكون صريحين، ما في حدا ورا الكاميرا، في ورا الكاميرا هيك شباك او حيط او شيء، وهو قاعد بحكي مع الشباك، اذا ما قاعد بحكي. شو قاعد بعمل؟ هاي تحدي طالع على تيك توك. لا 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 انت لحالك غبي. انتوا بتفكروا الموضوع عفوي بس لما طلع لسانه زي هيك هاي حركات مدروسه، هيك الباد بويز بيضحكوا. مارت حيدر عملت فيديو، لحسن الحظ انا هسه بطلت بكررش عليها، فححكم بعدل وانصاف. بس بنت لا شات الزلمه هذاك الهامستر كان يعملها احسن منك. لا يا بنت عاد والله هي يعني عندها كثير حركات، تعمل حركات كثير بفمها دائما دائما هيك، وهسا عامل حاله غشيمه. هذا عصام نجار، هو عمل اغنيه حطي راسك على المخده. طلع كيف شكله، تقول بده يعطس.
ولا عارف يعمل اشي، شاطر بس تقعد تحلب اغليتك. والله الواحد وقعك احسن من هيك. شهر رخاوة هاي، شد حالك شد حالك ولك هز زي الزلام، مش هيك الزلم بيهزوا؟ اجدادنا زمان هيك كانوا يهزوا؟ ها؟ ايش هذا يا زلمة اخ؟ فضحتنا يا زلمة، روح روح تدرب وتعال. قال جايلي على تيك توك بهز زي البنات. يا جماعة كثير دراسات صارت على الموضوع، علماء، أطباء، دكاترة، مهندسين ووصلوا لاستنتاج معين انه في وجوه اصلا ما بتنفع للحركات هاي، يعني اصلا انت ما غير مؤهل. يعني طلع هي التيك توك البنت هاي يا اخي امورها تمام 100% 100%، اما البنت اللي جنبها طلعوا انت كويسه حاسه لسه تطلع من الشاشه وتفك يعني كف. وهنا اجى الوقت افرجيكم الاسطوره، الاسطوره هذا الشاب انا بعرفه شخصي، يعني بعرفه اسمه عبد. طبيعي على فكرة هذا الشخص عبد هو ملك هالقصص. شايفين شايفين؟ لا ما بقدر، ما بقدرش اخلي الموضوع هيك يمر. بدلين على عبد فيديو كول اسأله انت كيف قدرت تصير زي هيك؟ اهلا فيك. هسه صراحة انا قاعد بدرس موضوع قرط الشفايف وانت كنت جد من الناس المحترفين كثير، يعني كنت جد انت، يعني انت هناك فوق وهم هون الناس الثانيين. صح. فانت شو اللي خلاك توصل هالمرحلة؟ هل هي موهبة ولا تدريب؟ لا طب التدريب طبعا. لا موسى جرب. لا ما بزبط. اوه هسا اسمع بدي اسالك هسا كمان. اسال. انت كيف تكون حاس حالك وانت قاعد تعمل الحركات هاي؟ كنت ما احس بس لما اطلع عليهم حسيت حالي تافه. حس حالك تافه؟ لا يا زلمه واحد الله، انت قاعد انت في مهمه. انا تذنب بالاخر خلص. انت خلص عملت اللي عليك وتركت الموضوع للاجيال اللي بعدك. ايوه بالضبط. لا بدنا اياك، بدنا اياك ترجع مان برو. يا جماعه اكتبوا في تعليق بدنا عبد يرجع يقرض شفايفه. لو صار عندي 5 مليون باسبوع هذا طلع وقح يا جو. اوكي بس حبينا نعمل معك لقاء سريع حصري، طبعا وجهك معلق وشكلك كثير كثير بضحك. تيك كير براذر، شكرا على اللقاء الحصري. الزلمه هذا يا جماعه ما بعمل لقاءات مع حد، يعني هو هذا اللقاء بس لنا، لقاء حصري ومباشر. ولسه في ترى لسه في كمان كثير قرض شفايف. دايلر او ايش صار بجبهتك؟ طلع كيف؟ اوكي اقسم بالله ممكن تبرش عليها جبنه. الله عليك. لا بصراحه دايلر مستوى كويس. ايوه ايوه شباب ارفعوا راسنا. مستحي اعلق عليكم. هذول جماعة بحبهم. مع اني مش طايقهم بس والله صراحة محترفين. هذول عايشين في بلد اجنبي اصلا ما بيحسبوا على العرب، هذول عندهم قدرات ثانية. بتعرفوا انتم يا جماعة هذا الزلمة واخته هجموا علي ورديت عليهم وشليت املهم لدرجة انه عملوا لي بلوك. يا جماعة عملوا لي بلوك على تيك توك. فأنا صراحة لما حد يعمل لي بلوك بنبسط، يعني مش بتضايق، بحس حالي خلص فزت. إذا ما حضرتوا الفيديو راح أحضره. وأخيرا وليس آخرا في شخص عظيم، إنسان عظيم عمل هذا التحدي. هل أنا متناقض؟ لا. الله عليك مان، والله قدوة قدوة. ممكن تسألوني أحمد ليش هيك عملت؟ عشان أختبركم، عشان أشوف ايش ردة فعلكم عليهم. تعبت يا جودي اقعد خلينا نشوف التعليقات. دكتور نبهان بحكي لي باد بوي صراحة. طبعا يا شيخ افضل من يجرب بعرف. شكرا لكم انكم بتسلكوا لي على تيك توك. Don't try it again please. Why I want to say like this. سويها بالشارع البنات يوقعوا من الجمال. اذا بسويها في شغلتين ممكن تصير، يا البنات يوقعوا من الجمال او اني انسجم. احمد ليش ما تعمل فيديو عن هذا الترند؟ عمل يا زلمه موهبه تستحق الترند. ليش كل حدا عم بمدحني؟ مش كنتوا تتمسخروا علي دائما؟ معقول صاروا متابعيني يحترموني؟ بكون دراما ما ببدلك هيك هيك طبيعي.
طيب ليش المهم اللي بدي احكي لكم اياه انه شايفين الضوء هاد كثير عم بيجينا تعليقات احمد ليش الضوء بطل يشتغل مع صوتك، احمد بده الضوء يحكي يشتغل مع صوتك، بده الضوء يشتغل. يا جماعه الضوء هاد خلص حيضل مطفي لحد ما اوصل 4 مليون، لازم تشتركوا في القناه عشان الضوء يضل. اوكي بعرف انه ما حدا مهتم بس ما مش قادر الاقي اشياء ثانيه اهددكم فيها. اشتركوا يا جماعه مش عشاني، عشان الضوء. شو كان بيجي وحوش، يلا بيس.